مشاركة الشباب بالسياسة هي الخطوة الأساسية للنهضة والتغيير. نحن اليوم بسيستام قديم بنيته منا كتير مزبوطة، ركائزه منا ثابتة، والشباب هن العصب يلي رح يبني الأشياء المتخلخلة اليوم بالنظام اللبناني. نحن عنا قانون انتخابي لازم يتغير، نحن عنا نظام لازم يعيد النظر فيه. مشاركة الشباب عبر تعبير عن رأيهم بحرية، عبر أنه ما يكون في ترهيب عليهم من أي طريقة، لا بالمال ولا حتى الترهيب الفعلي، أكيد بمشاركتهم واطلاعهم على كل شيء عم بيصير أحداث على الساحة اللبنانية، على تفتيشهم هن الانيسياتيف بدها تجي منهم، المبادرة الشخصية، تفتيشهم على الحقيقة، على الكلمة الصحيحة اللي عم بتصير، وقيامهم بمبادرات مثل اللي كنا فيها للدفش لقيام هيدا النظام الجديد اللي عم نحكي عنه. حاجة أساسية لتطوير القوانين اللي عنا إياها بلبنان، قوانيننا قديمة وبحاجة لها التطوير عبر الشباب، وتصير نوصل لمرحلة القوانين تصير أكثر شمولية للناس الموجودة اليوم. بعتقد لابد أنه عن جد نقدر نبني دولة صح، السياسة والاقتصاد بيمشوا سوا، وإن شاء الله نعمل أفضل من هيك، لأن نحن أفضل وبدنا نعمل أفضل للمجتمع.